تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. من الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقاتنا بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصيرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج نمر محمد، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. صباحكم الله بالخير جميعا. مثل ما تعودنا فقراتنا بتتنوع، بداية نبتدي بفقرة السوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. صباحكم الله بالنور سرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا، ننتظر فقرة السوشيال ميديا. نحن أمس مثل ما تعرفون كان أو ذكرنا أمس في فقرة السوشيال ميديا إن كان عندنا مبادرة قيادات في خدمتكم مع الأستاذة هناء طحوارة مدير مركز دبي للأخصاب. نعم. وأمس راح أتكلم في مواضيع وايد مهمة إن في أشياء والخدمات الجاية، فاللي ما شاف الفيديو يلحق يشوفه قبل الساعة واحدة. لأن ما شاء الله يعني تكلمت عن المركز الجديد للأخصاب والخدمات الجديدة راح تضاف للمركز، أيضا في تشريعات جديدة أصلا بعد في الدولة أن بتوفر خدمات أكثر هي ما كانت موجودة قبل. فكل هالأشياء تكلمنا عنها، أيضا عن مواضيع حفظ العينات وغيره، ونسبة أيضا حتى الأشياء اللي كانت صايرة في السوشيال ميديا الفترة الأخيرة بعد تكلمنا عنها. فالحلقة كانت جدا مميزة ونتمنى الكل يشوفها. على تويتر موجودة وعلى الفيسبوك موجودة، لكن الانستغرام بتختفي ساعة واحدة. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كلنا يعني ركزنا عليها اللي هي حملة انتو ثروتنا، اللي هي صحة تعاونت فيها لتعزيز الصحة النفسية لأكثر من 1400 من أبطال الدفاع المدني. فنحن كنا مع وزارة السعادة والدفاع المدني في دبي نظمنا مثل حملة اسمها انتو ثروتنا. أيضا نحب نأكد على موضوع طبيب لك المواطن، اللي عنده أي استفسار أي شيء يقدرون يتواصلون معنا من خلال رقم مجاني تطبيق هيئة الصحة بدبي، والاستشارة تكون يعني بالكثير ما بيعدي ساعة لهم خلصين كل شيء. يعني أنا مجربتها كانت في أقل، يعني خلصت الموعد عطاني موعد عقب 20 دقيقة دخلت خلصت كله، يعني ما طول الموضوع عندي. يعني أنا جربتها شخصيا. أسمى البارحة فقرة الانستغرام اللي للدي اتش اي كان موضح بطريقة من الصفر كيف أنزل البرنامج، شو الأشياء اللي أختارها. يعني صراحة كان التوضيح جدا بطريقة سهلة وبطريقة يعني سلسة أن الواحد كيف ينزل وكيف يختار البرنامج. نحن نحطها بفترة لفترة نبغى نأكد الناس تعرف كيف تستخدم الخدمة. صحيح. فهاي دعوة اللي حاب يعني يتعرف عليه أكثر يدخل على انستغرام هيئة الصحة في دبي ويشوف كيف الطريقة، يعني من كيف من بداية تنزيل البرنامج لين نهاية يعني الرحلة كاملة. بعد هذا بعد حب نأكد يا جماعة المستفيدين من تأمين سعادة أن يحدثون بياناتهم، لأن عشان يعني نضمن أن توصلهم المسجات والأمور هاي كلها، تفهم لما يأخذون أبروفز الموافقات هاي كلها توصلهم المسجات. صحيح. فنحن ندعوهم أن يحدثون بياناتهم في النظام. زين. أيضا نختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول أعمل على الانتهاء من كل الأعمال التي لديك قبل نهاية أسبوع عملك لتبعد عنك شعور عدم الارتياح نتيجة عدم الانتهاء من مهامك. دامنا خميس خلصوا كل شيء قبل ما تطلعوا من دواماتكم. ودمتم صحة وسعادة. ودمتم صحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك.
صراحة الرسائل الصباحية اللي تبثها أسماء جناحي خلال البرنامج صراحة كل يوم تعطينا رسالة جدا جميلة، وخاصة يوم الخميس يعني أن لنهاية الأسبوع، فالواحد قبل ما يطلع إجازته يرتب مواضيع كلها عشان يطلع وهو مرتاح ما يفكر في أي شيء وراه قاعد. مستمعين أذكركم برقام التواصل ويانا 600-55-1414 ورسائل النصيحة 4006. حياكم الله ويانا. طبعا مثل ما تعودنا بعد فقرة السوشيال ميديا عندنا فقرتنا التوعوية. اليوم بنتكلم عن موضوع كذلك مهم، واللي هو بنتكلم عن أهمية الماي في فصل الشتاء. طبعا الماي له أهمية طول السنة، يعني ما نقدر نقلل من أهميته، بس في فصل الشتاء يعني نحتاج نركز أكثر عليه. يمكن نسبة العطش عندنا تكون أقل عن الفترات الثانية، وكذلك يمكن نستغني يعني نعتمد على أشياء أو مشروبات ثانية بغض النظر نشرب ماء أو لا، بس فهاي تقلل حتى من استهلاكنا للماء. خلنا نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عاشة الحمادي. صباح الله بالخير أستاذة عاشة. صباح الله بالنور دكتورة. حياك الله ويانا. الله يحييك. طبعا اليوم الموضوع مهم وخاصة في فصل الشتاء، لأن نسبة استهلاكنا للماء يعني عموما تقل في فترة الشتاء، لأن نعتمد أن لما نعطش وبعدين نشرب الماء. فحابين نتكلم أكثر عن أهمية الماء وخاصة في فصل الشتاء. إن شاء الله. هو طبعا مثل ما قلتي، مع انخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء مقارنة بالصيف الشغب بالعطش يقل. نعم. ويزيد نقص الماء داخل الجسم، هذا طبعا بيأثر سلبا على بعض العمليات الحيوية في جسم الإنسان. طبعا هناك الكثير من الأسباب اللي تخلينا نشرب ماء بشكل مستمر، وأهمها قول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه يحافظ على صحة الجسم ويساهم في استمرار العمليات الحيوية والأيضية بشكل طبيعي. طبعا من أبرز فوائد الماء في فصل الشتاء أنه يزيد من مناعة الجسم ويقوي الجسم، خاصة مع أمراض الشتاء من نزلات البرد والسعال والكحة. نعم. طب ثاني شيء، شرب الماء يساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم الطعام، ويزيد من معدلات حرق السعرات الحرارية، ويحافظ على وزن طبيعي. أيضا شرب الماء بانتظام يساعد الكلى على أداء وظائفها وتغطية الجسم من الأملاح، ويحارب تراكمها مما يساعد على منع تكون الحصوات، ويساعد أيضا على تحسين عمل القولون والأمعاء مما يساعد على محاربة الإمساك واضطرابات القولون، ومفيد أيضا لتعزيز الإفراز الطبيعي للمرارة ويساعدها في أداء وظائفها بصورة صحية وسليمة. أيضا يساعد في تعزيز أداء الرئتين لوظائفهم بصورة طبيعية، مما يسهل عملية التنفس ويحميها من أثار التلوث الخارجي، ويفيد في وظائف الدماغ ويقوي الذاكرة والوقاية من النسيان وقلة التركيز حتى في العصبية. راح نلاحظ وايد في فصل الشتاء الناس يكونوا وايد معصبين، لأن قلة الماء وايد يأثر على العصبية والذاكرة. سبحان الله. أيضا من فوائده يعزز تدفق الدم في الأوعية الدموية، فيساهم في تنشيط الدورة الدموية ويمنع تكون الجلطات. نعم. إذا بنتكلم من ناحية الجمال، يعتبر الماء من أفضل المشروبات اللي تحافظ على نظارة البشرة خاصة في فصل الشتاء، لأنه يزيد من جفاف البشرة وتقشر الجلد. صحيح. فشرب الماء يساعد على إفراز الكولاجين الطبيعي في البشرة، مما يساعد على نضارتها وحيويتها ويمنع ظهور التجاعيد المبكرة. صحيح، وخاصة بالنسبة للجفاف، يعني الجفاف يعني يتعب خاصة في فصل الشتاء، يعني يصاحب حكة، يصاحب تغير حتى في لون الجسم مرات، يعني يتغير لون الجسم، فالشخص يعني يتأثر ويتم الضايج معظم الوقت، حتى لو يستخدم مثل كريمات ترطب، بس دور الماء كذلك وايد كبير. صح، الماء يلعب دور الأكبر في هالحالة. أيضا يحافظ على سلامة الأظافر والوقاية من تشوهها، ويحافظ على حيوية الشعر وتقويته، فيمنع التساقط والتعرض للجفاف والتقصف. ممتاز. فالماء ما شاء الله دوره وايد كبير في صحة الجسم. صحيح. في النهاية نصيحة للمستمعين، لازم نتعود على شرب الماء ونعتبره روتين يومي، وما نتريى لين نحس بالعطش. صحيح. لأن العطش لأن العطش هو يعني وصول الجسم لمرحلة الجفاف ونقص شديد في الماء في الجسم. وهاي نقطة كثير مهمة أشرتي لها أستاذ عاشة، بخصوص أن نتعود نشربه، يعني نخليك عادي يومية حتى لو ما كنا عطشانين نشربه كذلك. صح، أنا دائما أنصح المرضى والمتابعين أنه لازم يشربون الماء. العطش هم يتريون لين يعطشون، العطش مش معناته أن الجسم الحين يحتاج الماء،
هذا معناته ان نحن نمر في حاله جفاف. صحيح. استاذ عاشه في ناس بتقولك انا اشرب اشياء ثانيه، يعني اشرب مثل يعني مشروبات ساخنه او مشروبات كذلك بارده او عصاير، فهل هالشيء يغنيني عن المي؟ هو ما يغني عن المي. انا مثل ما قلت مساعه، المي هو من افضل المشروبات، ما في سعرات حراريه، لا يرفع كوليسترول، لا يرفع وزن ولا سكر. المشروبات الثانيه نقدر نستعملها بس ما تغني عن المي. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة. في مرات تساؤلات حتى تينا للبرنامج تقولك الماي اللي يكون يعني مضاف له مثل نكهات معينة، مثل نكهة ليمون أو نكهة فراولة أو مضاف لأشياء معينة، فبالنسبة للنوع هذا من الماي يقني كذلك عن الماي العادي؟ هو في ناس بعضهم ما يستسيغون طعم الماي. نعم، فإحنا ننصحهم أفضل من أنه يأخذون جاهز، لأن جاهز مرات يكون له سكريات. صحيح. فبدال لا ياخذون الجاهز يكونهم بروحهم شرايح ليمون، تفاح، برتقال، شرايح الفواكه. صحيح. منها ينكه وراح يغير الطعم وافضل من الجاهز. صحيح، لان مرات صح تكون حتى الطعم يكون مختلف، فالواحد يشتهي اكثر لان في نكهه وحلاوه في نفس الوقت. هي نعم. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة كذلك، اللي ما يستسيق طعم الماي بدل ماي وقفة أو يشرب مشروبات ثانية يقدر يضيف نفس ما ذكرت الأستاذة عاشي، يضيف شرائح فواكه عشان تعطيه النكهة المناسبة اللي يشتهيها الشخص نفسه. أستاذة عاشي نشكرك على الموضوع. العفو دكتورة. العفو. أستاذة عاشي الحمادي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. موضوعنا كان أهمية الماء في فصل الشتاء. مستمعينا طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتحدث أكثر عن استعدادات الهيئة للدورة السابعة لمسرعات المستقبل بعد نجاح متواصل خلال الدورات الست الماضية لمسرعات دبي للمستقبل، وتمكنها من الاستحواذ على مجموعة كبيرة من التقنيات الطبية الذكية. أنهت هيئة الصحة بدبي تحضيراتها لدخول الدورة السابعة للمسرعات ضمن حزمة من الأهداف اللي ترمي إلى استمرار الاستفادة من آخر التقنيات في العالم وتوظيفها بالشكل الأمثل في خدمة منظومة الرعاية الصحية المتكاملة ومن ثم خدمة الناس. حول استعدادات الهيئة لدورة المسرعات السابعة وأهدافها يسعدنا تكون ويانا اليوم على الهاتف الأستاذ خلود آل علي، مسؤول فريق مسرعات المستقبل في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذ خلود. صبحت الله بالنور دكتورة. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. طبعا إن شاء الله بتكونون في الدورة السابعة لمسرعات المستقبل، فحابين نتحدث أكثر عن البرنامج، برنامج مسرعات المستقبل. أوكي، مثل ما سبق وذكرتي نحن حاليا بندخل الدورة السابعة إن شاء الله. خذنا تقريبا 6 دورات قبل، وكل دورة كانت متميزة سواء من التحدي اللي طرحناه أو من التقنيات اللي استخدمناها وطبقناها في هيئة الصحة بدبي. تركيزي هالمرة راح يكون على الدورة السابعة وشو الأشياء اللي راح نغطيها في الدورة السابعة. نعم. من ناحية التحديات نحن راح نغطي على جانبين. أول جانب له التدخل المبكر باستخدام التقنيات الحديثة سواء كان بالفحص أو في علاج الأمراض. نعم. والتحدي الثاني راح يكون يعني راح نركز على زيادة الدقة في العمليات الجراحية عن طريق استخدام الروبوتات. ممتاز. فعشان نغطي هالتحديات طبعا يعني تعاوننا ويا كذا شركة، سوينا مقابلات حق شركات كثيرة لين ما اخترنا 3 شركات انها تكون معانا في هالدورة على اساس نشتغل معاها ونسوي مشاريعنا وياها. اول شركة راح تكون بالنسبة بتغطي جانب التدخل المبكر بالفحص. نعم. هي شركة دي سي ميديكال، هي شركة من هي شركة كورية. نعم. الشركة هاي عندها تكنولوجي صغير ممكن يساعد في الكشف المبكر عن الولادة المبكرة. الحين اللي يصير من النساء كيف يكشفوا لهم إذا فيهم ولادة مبكرة؟ عن طريق جهاز الألترا ساوند اللي هو الكبير اللي موجود في في في, في المستشفيات. الشركة هاي عندها جهاز صغير يعني محمول في الإيد، أقل كلفة وأكثر دقة.
ممتاز. ممكن عن طريق أن تستخدم الدكتورة، دكتورة النساء والولادة، عشان تشوف إذا المريضة هاي، طبعا هاي الفحص يسوونه بس حق المرضى اللي فيهم ريسك ولادة مبكرة، فراح يخفف وايد الضغط اللي يصير في المستشفيات، وبعدين الجهاز أسهل حملا وأخف عن طريق الألتراساوند اللي هو الكبير الموجود حاليا. ممتاز. فإن شاء الله راح تكون معنا هاي الشركة، وبعدين الجهاز أكثر دقة عن الألتراساوند الموجود، وإن شاء الله راح يكون تعاون حلو معاهم إن شاء الله. طبعا خلود، حابين نعرف أكثر كيف استفادت الهيئة في دبي من هذا البرنامج؟ استفادت في وايد أشياء طبقناها. مثلا أول دورة كان تركيزنا على الطباعة ثلاثية الأبعاد، سوينا كذا عملية في استخدام التقنية هاي، بالإضافة لأن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد استخدمناها أيضا في الأسنان. إذا بروح لدورات ثانية، مثلا الدورة الخامسة كان عندنا جهاز روبوت يستخدمونه في عمليات العمود الفقري، وكان فيه جهاز أشعة، سوينا تقريبا 7-8 عمليات حياة صحة باستخدام هالجهاز، ووقع العملية هاي باستخدام روبوت كان جدا، النتائج كانت مبهرة صراحة، نسبة فقد الدم أثناء العملية وايد خفت للنص، إقامة أقل من المرضى كانت في المستشفى. ففي وايد جوانب يعني جربناها وطبقناها وفعلا ضبطت. وكان في جهاز، تعرفين مثلا يوم يسوون عمليات العمود الفقري لازم تاخذين صور أشعة للمريض صحيح. أول وعقب، فكان اللي يصير إنه يحتاجون يجيبون الجهاز يقرون المريض لسرير ثاني. أما بهذه التقنية مش فيها مثل يسمون الجهاز الأشعة OR، تجربينه من السرير يسكر روحه يأخذ صورة المريض عقب يفتح، وبعدين يعني تعرفين تقدرين تشيلينه عن سرير المريض، ما تحتاجين تخرجين المريض. صحيح، سهلت وايد سواء على المريض نفسه وكذلك على الطاقم الطبي. هي وقللت وقت العملية، مثلا العملية تاخذ 5 ساعات ممكن تاخذ 3 ساعات، فتعرفين ففي وايد جوانب حلوة. يعني أنا ما بقول لك في كل التجارب ناجحة، طبعا في تجارب ما بتكون ناجحة وفي تجارب بتكون ناجحة. صحيح، وهذا هو الواقع يعني خاصة في المجال الطبي، بس أهم شيء الواحد لقى أشياء ناجحة وخدمة المجال الصحي والطبي كذلك. صح. وبعدين في الدورة السادسة كان عندنا تقنية اللي هي مثل كاميرا تفحص العيون. نعم. الحين اللي متعارف عليه لما تصير عند دكتور العيون يستخدمون جهاز الستيشن كاميرا. صحيح. اللي هو يجلس عليه المريض والدكتور يشوف عيونه. صح. هذه لا، هي مثل جهاز مثل القان، يعني يمسك الدكتور يوجهه للعين وياخذ الصورة ويقدر يشوف كل الأبعاد، وعلى طول الصورة تروح على الجهاز الشاشة الكمبيوتر عند الدكتور ويقدر يشوف. ممتاز. وهل يعني هي تقدرين توفرين هاي التقنية؟ يعني الحين الجهاز هذا مال الكاميرا الكبير مثلا الكاميرا مو موجود في كل العيادات الخارجية مثلا. صحيح صحيح، لأنه يعني أكيد يعني أكثر كلفة وشي ما تقدرين توفرينه في كل العيادات. فوجود مثل هالتقنيات السهلة مثلا بالعكس بتسهل وايد سواء على الدكاترة أو حتى للمرضى، يعني بتكون الخدمة أوفر لهم. كذلك راحة المريض، تعرفين يوم تشوفين جهاز كبير بتنفحصين عليه يعني الواحد ما يكون مرتاح مقارنة بجهاز صغير وأنتي تنفحصين عليه، يعني حتى الراحة النفسية ترى تلعب دور بالنسبة للمرضى. في مرضى وايد يرفضون أي فحوصات أو أي تقنيات معينة لأن من البداية ما ارتاحوا أو خافوا من الجهاز، بس بهالطريقة صراحة يعني الواحد يخفف سواء على المريض. نعم صحيح، خاصة للأطفال، فبيحس براحة خلال الفحص وخلال كذلك التشخيص نفسه. صح صحيح. طبعا هذه أهم الأجهزة والتقنيات اللي استحوذت عليها الهيئة خلال الدورات الست الماضية. وذكرت لك شركة واحدة بتكون موجودة في هالدورة، وفي شركة ثانية بتكون موجودة اسمها تراكر، بعد شركة هي من أمريكا. نعم. هاي راح تسوي نقلة نوعية حق المرضى اللي لازم يسوون عمليات تبديل مفاصل الركبة، لأنها هي عبارة عن روبوت يستخدمونه في هالنوع من العمليات تبديل الركبة، أكثر دقة طبعا وأقل وقت أثناء العملية. ممتاز. فسواء كان مفصل تبديل مفصل الركبة الكلي أو الجزئي أو مفصل الحوض، فإن شاء الله راح تكون متوفرة معانا هالتقنية في هاي الدورة إن شاء الله في مسرعات. إن شاء الله إن شاء الله، خاصة يعني مثل ما أقول العمليات الجراحية اللي تحتاج دقة
كبيرة، ويعني فهذا الشيء بيكون يعني فارق نوعي كبير يعني خلال إجراء العملية وحتى بعد إجراء العملية بالنسبة لي يعني المريض بعد ما يخلص العملية، يعني حتى خروجه من المستشفى حتى المضاعفات تكون أقل. صح، لأن أصلا يعني حتى المضاعفات أقل، إنه يرجع لحياته اليومية راح يكون أسرع. صحيح. راح يظل وقت أقل في المستشفى، لأن أنت تعرفين المرضى ما يحبون يتمون في المستشفى، فباستخدام هالتقنيات نحن راح نقلل الضغط وايد، سواء على المستشفى أو حتى على المرضى، الضغط النفسي على المرضى راح يقل إن شاء الله وايد. إن شاء الله. نرجع مرة ثانية للدورة السابعة للمسرعات، نحن تكلمنا عن بعض الاستعدادات اللي قامت فيها الهيئة، فحابين نتكلم أكثر كذلك عنها. هي ذكرت لك أول شركة اللي صحيح. هي تغطي الولادة المبكرة، وشركة نعم. ثانية اللي بتغطي عمليات المفصل، تبديل المفصل، وفي عندنا شركة ثانية اسمها مترونيك. هاي الشركة راح التقنية اللي عندها تستخدم الليزر في عمليات إزالة أورام المخ. ممتاز. يعني باستخدام الليزر هذا ممكن يشيلون أورام المخ حتى يعني حجم إذا كانت دقيقة. هي حجم الجرح راح يكون وايد أصغر مقارنة بعمليات المخ اللي يكون تعرفين حجم الجرح كبير. صحيح. وبالتالي المرضى يعني تعرفين محتاجين يعني ما يتقبلون شكل الرأس مع تعرفين فتحة كبيرة أو خياطة كبيرة. صحيح. التقنية هاي يعني وايد راح تسهل من هالعمليات، وممكن أيضا استخدام هاي التقنية نفسها حق المرضى اللي يعانون من الصرع، إنه ممكن ما يحتاجون بعدين يأخذون أدوية إذا سووا هاي الجراحة. إذا البؤرة نفسها اللي تنشط الصرع يعني تعالجت بطريقة يعني صح. مباشرة بهذا النوع من الليزر. صح. وهذه يعني تقنية جدا. فتحة صغيرة وبيعالجون هاي المنطقة اللي تسوي اللي هي مثل ما قلت هي البؤرة المسؤولة عن إنها اللي تسبب لهم نوبات الصرع. نعم. فعقب المريض تعرفين يعني راح يحس بفرق كبير كيف كان قبل وكيف بعد الجراحة. أكيد، خاصة أن يعني بالنسبة للجراحة أهم شيء يعني الجرح، يعني أول ما يكون الجرح كل ما صغر كل ما حتى المضاعفات كانت أقل، وحتى المريض يعني يتقبل، والألم أهم شيء الألم بعد الجراحة يعني يكون جدا أقل، على عكس إذا كان الجرح كبير. هي صح كلامك. فنحن يعني اخترنا هالتقنيات لأن تعرفين نبغي نسهل على المريض. صحيح. نشوف شو ممكن نجيب بحيث أن المريض لما يعني يسوي هالنوع من العمليات، يعني الحين إحنا مثلاً عمليات تبديل الرقبة كل حد يسويها، وكل حد يعني كل حد يعني تعرفين نسبة الناس اللي يعانون منها كثير. صحيح. فهالنوع من التقنيات راح تسهل وايد، وهالي نطمح له نحن في برنامج المسرعات. صحيح، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في الدورة السابعة المسرعات دبي المستقبل. إن شاء الله. أمين. إن شاء الله، وإن شاء الله النجاح يكون أكثر حتى من النجاحات السابقة اللي كانت في الست دورات السابقة. لا إن شاء الله. إن شاء الله. الدورة تقريبا بعد أسبوع إن شاء الله، والأجهزة هاي راح تكون موجودة تقريبا على شهر 2. نعم. ويقدرون يعني الناس يمرون يشوفونها. إن شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق. أستاذة خلود، أستاذة خلود آل علي، مسؤول فريق المسرعات في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مشكورة دكتورة، مع السلامة. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا بخصوص استعدادات الهيئة للدورة السابعة المسرعات المستقبل. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بنتحدث الحين مستمعينا عن في فقرتنا الحين، هيئة الصحة بدبي تطبق أحدث النظم الذكية لإدارة أوقات العمل. أطلقت هيئة الصحة بدبي قبل يومين نظام إدارة أوقات العمل 2.0 ضمن نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية GRB، لأتمتة إجراءات المناوبات والحضور والانصراف، لتصبح هيئة الصحة بدبي أول وجهة حكومية في دبي تطبق هذا النظام. ويعد النظام الجديد ثمرة التعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ودائرة
دبي الذكية، وحول هذا النظام وفكرته والمستهدفين منه ونتائج المتوقعة يسمى تكون ويانا اليوم في الاستوديو الأستاذ خول الأنصاري رئيس قسم التطوير والتخطيط في إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ خول. صبحك الله بالنور دكتورة، حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. الله يحييك أستاذة خولة. حابين نتكلم أكثر عن فكرة نظام إدارة أوقات العمل وكذلك هدف هيئة الصحة في دبي من تطبيق هذا النظام. زين دكتورة، شوفي نحن كلنا نعرف أن هيئة الصحة يندرج تحتها مستشفيات عديدة ومراكز صحية تخصصية وعيادات. صحيح. منتشرة على كل الإمارة. عندنا بعض المراكز هاي بعض الأقسام تشتغل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. هاي المراكز وهالموظفين موزعين على مناوبات. صحيح. ولتنظيم هالنوع من المناوبات كان أو لا يزال البعض منها يستخدم يعني التنظيم الورقي أو الأكسل لتنظيم يعني توزيع الموارد اللي هم الموظفين على هاي الأوقات وعلى هاي الشفتات. اللي صار ان احنا اخذنا النظام اللي موجود كان سابقا في نظام تخطيط الموارد الحكومية اللي هو الجي ار بي. نعم. واشتغلنا بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي الأول هو بالنسبة لنا احنا إدارة الموارد البشرية اللي هي حكومة دبي الذكية على تطوير النظام الموجود. النظام السابق كان فيه بعض المشاكل، بعض البطء، بعض يعني بعض الديفيكولتي، يعني صعب شوية كان في الاستخدام. قمنا وطورنا بالتعاون معاهم شاشات خاصة تخول المسؤول أو منسق القسم بأنه ينظم المناوبات هاي إلكترونيا يعني مباشرة في نظام الحضور والانصراف. ممتاز. اللي موجود اللي مشبوك أو اللي هو جزء أصلا من نظام تخطيط الموارد الحكومية. فصار للمسؤول الحين عنده شاشة واضحة بسيطة يدخل فيها تفاصيل الموظفين المناوبين، في نفس الوقت تلقائيا تطلع هاي المناوبات جاهزة كجدول موجود على الهواتف الذكية مع الموظفين نفسهم، فيقدرون يطلعون على الجداول للشهر القادم. ممتاز. يعني يكون في يعني حتى في نظام الجي ار بي اللي يكون نحن يعني احنا كموظفين منزلينه على تليفوناتنا. بالضبط. فيكون اسهل للموظف كذلك عارف جدوله او عارف مناوباته. بالضبط. وهو من تليفونه ما يحتاج يفتح ايميل وما يحتاج نفس الشيء ورقه الجدول تكون عندي وافتحها وتضيع. بالضبط. وهو شوفي هو يعني النظام السابق او النظام الحالي الورقي المستخدم في بعض الصعوبات، مثلا في حال صار في تغيير في المناوبه، يعني حد غير، حد كنسل، حد أجل، حد جدم، أنت لازم تردين تطبعين هاي الجداول وتوزعينها على المعنيين. الحين صار خلاص يعني هو موجود تلقائي، موجود على الهاتف الذكي للموظف، يقدر طبعا احنا عندنا تطبيق، هذا تطبيق الموظف الذكي يدخل منه ويشوف جدول المناوبات الخاص فيه. صحيح. ممتاز. يعني سهل وايد كذلك سواء على الموظف وسواء حتى على المدير المباشر من الموظف، وسهل حتى على إدارة الموارد البشرية في تتبع حضور وانصراف الموظفين. صحيح. فأنا أقدر الحين يعني أقدر أطلع تقارير بالنسبة لحضور وانصراف موظفين المناوبات بطريقة أسهل، لأنه مباشرة تختم الحضور والانصراف يطلع لي تلقائيا على النظام. صحيح. وهذا سهل أشياء كثيرة كذلك، يعني خاصة في الحضور والانصراف وخاصة في يعني منشآتنا نحن الصحية، يعني الحضور والانصراف يعني جدا مهم وخاصة على الوقت طبعًا نفسه. طبعًا. أستاذ خولة، حابين نتكلم أكثر عن الأسباب اللي من أجلها الهيئة الصحة بدبي تبنت مثل هذا النظام المتقدم. مثل ما قلت لك دكتورة، إحنا كنا في السابق ولا تزال يعني بعض الوحدات التنظيمية تمشي على او تتبع النظام الورقي او الاكسل شيت. فاحنا كموارد بشريه انا ما اعرف توزيع المناوبات. نعم. ما اعرف منو دوام الصبح منو افطرون. صحيح. لازم انتظر التقريريين من الوحده التنظيميه. صحيح. الحين لما انا وفرت الشاشه هاي للمستخدم
اللي هو للمنسق اللي موجود في القسم، يقدر المنسق خلاص أول بأول يدخل المناوبات للشهر القادم مثلا، وأنا من مكاني في الإدارة عندي طلاع على التوزيع الخاصة بالوحدة التنظيمية، يعني اللي مثلا ممكن أدقق عليها. ممتاز. فهذا سهل وسرع ومثل ما نقول أتمت الإجراء. صحيح. بدل ما يكون ورقي رايح راد وتعرفين. صحيح. فيعني هو هذا كان الهدف الأسمى، ونحن أنت تعرفين حاليا نتوجه إلى أتمتة كل الإجراءات. صحيح. وكل المعاملات اللي تصير، فهذا بيخدم الاستراتيجية. إن شاء الله بتكون أشياء كثيرة لا ورقية. إن شاء الله إن شاء الله. صراحة أن استخدام التقنيات الجديدة وأتمتتها يعني جدا سهلت، يعني سواء على الموظف سواء على مدير المباشر سواء على حتى طريقة العمل بطريقة سهلة وسلسة. طبعا. وشوفي يعني من أهم خصائص النظام هذا مثلا حاليا يقدر الموظف هو بنفسه يدخل ويبدأ يطلب أو يعد الجدول للشهر القادم. أنا مثلا عارفة نفسي أنا موظفة مناوبات، الشهر القادم عندي أيام أفضل أني أكون فيها صباح يعني. نعم. شفت الصبح وأتجنب أفترنون أو نايت، أو العكس ممكن أختار في هاي الأيام المعينة مثلا أفترنون أو نايت، فهذا يزيد من رضا الموظف حتى. صحيح. أنت عارفة أنت موظفة مناوبات يعني ها عندك ظروف مثلا في أيام معينة تقدرين أنت تختارين المناوبات اللي تحبينها، وهذا يوصل دايركت على شاشة المنسق. ممتاز. هذا بيسهل كثير يعني حتى طبيعة العمل، حتى سعادة الموظف نفسه طبعاً. بتزيد. صح. خلال هذه الفترة شو المشكلات والتحديات اللي عالجها هذا النظام الجديد؟ مثل ما قلت لك دكتورة، احنا بالنسبة لنا يعني في اكثر من تحدي. اهم شيء ان انا ما كان عندي اي تتبع او طريقة سريعة سهلة اني انا اتابع فيها حضور وانصراف الموظفين. الحين مع الجداول هاي الالكترونية اللي موجودة في النظام خلاص انا اقدر اطلع على توزيعة المناوبات. في نفس الوقت كان النظام السابق بطيء يفتقر إلى بعض الخصائص. الحين مع الفيرجن الجديد أو النسخة المحدثة للنظام. نعم. الصراحة النظام جدا سريع وسلس وتقبله للتفاصيل مع وجود خانات محددة وشاشات خاصة لهالنوع من المناوبات، صار النظام جدا أسرع وأسهل للمستخدم. ممتاز. طبعا أكيد الاستخدام هذا النظام بيكون فيه آثار ونتائج بتترتب على هذا التحول الكبير إن شاء الله. هو طبعا في أهداف، يعني شوفي نحن مثل ما تعرفين الحكومة تمشي على استراتيجية حكومة بلا أوراق. صحيح. فهذا من أهم الأهداف اللي نحن نصب إليها من هذا النظام، أني أنا أدعم الاستراتيجية. أولا أني أنا أخفف من استخدام الأوراق قدر الأمكان. نحن قسنا بشكل يعني سريع، تقدرين تقولين نحن تقريبا 75 ألف ورقة بنوقف طباعتها. ما شاء الله عدد كبير. وهذا وبعدنا إحنا ما طبقنا 100% على كل المرافق، فبالعكس الاستفادة كبيرة جدا من ناحية دعم استراتيجية بلا ورق. في نفس الوقت شوفي دكتورة، يعني اللي تقدرين تقولين إحنا كنا نقدر نروح لأي شركة برا ونشتري نظام جاهز. صحيح. بس الحق يقال يعني بالعكس، حكومة دبي الذكية كانت يعني الداعم الأكبر لنا في هذا المشروع، واشتغلوا الفرق بمجهود يعني جبار، فريق من حكومة دبي الذكية وفريق من هيئة الصحة في تطوير هالنظام. وبالعكس الاستفادة كانت أن إحنا بعد ما نخلص النظام وتطويره 100% النظام هذا راح يكون متاح لجميع المؤسسات الحكومية يعني مثل ما نقول فور فري، خلاص. ممتاز. موجود لأنه تحت مظلة الحكومة ومتوفر للجميع. ممتاز. وتكون الهيئة هي الهيئة الأولى بالضبط. اللي بدأت في هذا النظام بالضبط. بخصوص نظام تطبيق نظام الموارد البشرية بهذا النوع، وهذا الشيء يعني بيسهل أشياء وايدة، ولكذلك أهداف وايدة. يعني كفاية أن يكون بلا ورق، وثاني شيء 75 ألف ورقة يعني
تماما وقفتوها بالضبط. من ال... يعني وبعدكم يعني بعدنا ما ابتدينا في النظام ككل 100% شغال عليه. صح صح. فما شاء الله يعني على بداية النظام أو إذا اشتغلنا على النظام 100% يعني بيكون تقريبا أعداد هائلة من الأوراق الأثر بيكون توقفها. طيب جدا يعني بالنسبة يعني كتأثير إيجابي للبيئة أني أنا أوقف استخدام الورق وأحافظ على البيئة وفي نفس الوقت وفرت الخدمة وسرعتها وسهلتها ووصلت للمستخدم لين عنده لين عند شاشة كمبيوتره. ممتاز. في نفس الوقت يعني شوفي نحن الواحد يفكر يعني outside the box مثل ما يقولون نفكر على كبير نفكر على الصندوق بالضبط كيف أنا أقدر أوفر الخدمات هاي كلها أسرعها أوصل لشاشة تلفون الموظف يقدر يحدث يعدل يقترح طبعا بعد ما طورينا النظام بعد في المراحل القادمة إن شاء الله مثل ما يقولون ممكن ندخل آليات ثانية تساهم حتى في إعادة توزيع الموارد. ممتاز. يعني أختار أنا المهارات اللي تحتاجها هاي الوحدة التنظيمية بعد ما أدخل التفاصيل هاي في الأنظمة ممكن النظام يساعدني في إعداد مثل ما تقولين النسخة الأولى للمناوبات. ممتاز. بدون ما الواحد يروح هو يختار هو يرتب هو ينسخ فها وايد بيساعد إن شاء الله يعني في المراحل القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. لأن بداية يعني يمكن أنا اشتغلت في عيادة ولازلت أشتغل في عيادة فيها المناوبات فصح يعني تنظيم الجدول كذلك يعني ياخذ حيز كبير وأنك توازن بين الجميع ياخذون نفس العدد. صح. من الشفتات خاصة إن الليل أو يعني الأفترنون المساء أو حتى الصباح فترات طلعت إجازتهم رجوعهم أساس يتساوى الكل فهذا ياخذ مجهود ووقت كبير بس إذا كان يكون نظام مستحدث ومؤتمت يعني وايد بيسهل طبعاً. وايد يعني حتى سعادة يعني الموظف بتكون أكثر ورضا بيكون أكثر أكيد بيحس بالتساوي بيحس أنه في يعني عدالة في التوزيع في نفس الوقت أنت وفرتي للوحدة التنظيمية كل المهارات المطلوبة للتشغيل صحيح. فإن شاء الله في المراحل الجاية مع باقي التفاصيل اللي بتدخل في النظام والتطوير اللي راح يصير بإذن الله راح نقدر أن نجهز جداول تلقائية موجودة فيها المهارات والكفاءات المطلوبة في نفس الوقت فيها تساوي وعدالة في التوزيع. ممتاز. حتى الوقت خولة يعني اللي ياخذ المدير نفس صاحب يعني المهمة أن يرتب الجدول يعني بدل ما ياخذ بالساعات مرات أكثر. يعني يكون صح. هذا الوقت بيركز على أشياء ثانية تطور العمل بفرق. أكثر من التركيز صح. على هذا يعني على ترتيبات معينة على النظام الجديد إن شاء الله بيكون أكثر وأكثر فيها وكذلك يعني أن متوفر على يعني أبسط شيء متوفر على التليفون اللي طول الوقت نحن يعني يكون ويانا يعني بدل ما أدور كمبيوتر وأشيك وأفتح على الجدولية متى جدولي على طول يكون موجود عندي على النظام الموظف الذكي صراحة هذا إنجاز جدا كبير يعني أنا وحدي كموظفة يعني بيكون بالنسبة لي إنجاز صراحة كبير أن أقدر أشيك على جدولي طول الوقت أقدر أعرف أشياء كثيرة الحضور والانصراف كذلك يعني جدا كبير ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك. كلمة أخيرة توجهين أستاذة خولة خلال البرنامج. والله أحب أشكر فرق العمل كلها اللي اشتغلت سواء المستخدم الأخير سواء الشريك الاستراتيجي معنا سواء فريق العمل عندنا في الإدارة اللي اشتغل هو مجهود يعني مشترك بين كل الأطراف ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع والتطوير للأعلى وللأحسن إن شاء الله دائما. إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وصراحة هذا مجهود تشكرون عليه ويعني انعكاس كذلك أن يعني مجهود جبار ومجهود كبير إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. الأستاذة خولة الأنصاري رئيس قسم التطوير والتخطيط في إدارة الموارد البشرية بهيئة الصحة بدبي شكرا لك. مستمعينا كانت هاي فقرتنا بخصوص هيئة الصحة بدبي تطبق أحدث النظم الذكية لإدارة أوقات العمل. نرجع لدراستنا لليوم ودراستنا تقول تناول الجوز مفيد للقلب والأمعاء. اكتشف علماء جامعة بنسلفانيا الأمريكية أن تناول الجوز يوميا يزيد من أعداد البكتيريا المفيدة في الأمعاء ويساعد أيضا على تعزيز عمل القلب. واكتشف علماء الجامعة سابقا أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الجوز في نسبة منخفضة من الدهون المشبعة يخفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم وهو بالتالي يعزز عمل القلب.
وقد خصص علماء الجامعة الدراسة الحالية لمعرفة تأثير الجوز في عمل الجهاز الهضمي، ومن أجل ذلك اختاروا 42 متطوع يعانون من الوزن الزايد أعمارهم من 30 إلى 65 سنة. وقبل بداية التجربة كان المشتركين يتناولون ما يأكله متوسط الحال في الولايات المتحدة، وبعد ذلك قسموا بصورة عشوائية إلى 3 مجموعات، وقد تم تبديل الدهون المشبعة في النظام الغذائي للمجموعات الثلاثة بالجوز أو بزيوت نباتية. طبعا كل نوع من أنواع المكسرات سبحان الله يحتوي على يعني أشياء معينة، أو حتى الدهون اللي موجودة فيها تكون دهون مفيدة للجسم. ما نقدر نعمم أن الدهون كلها ضارة بالجسم، في دهون معينة تكون دهون مفيدة ويحتاجها الجسم أن ياخذها باستمرار أساس يعني تعوضه، أو كذلك تمد أنواع معينة من الدهون أو أنواع معينة تكون تساعد جسمه. في أنواع فيتامينات معينة تكون مذابة أصلا في الدهون أو تحتاج الدهون عشان تذاب فيها ويستفيد منها الجسم كذلك. فواحد من الدراسات تطرقت إلى تناول الجوز وأكدت أنه مفيد للقلب والأمعاء وليس فقط للقلب. القلب بالنسبة لي عشان الدهون اللي تكون المفيدة للجسم نفسه. بالنسبة لي بس ننتبه بخصوص الكميات اللي ناكلها، مو بشيء مفيد أني أزيد في الكميات اللي أخذها وأخذها بكميات كبيرة، لا، انتبه للنوع اللي أخذه كذلك الكمية اللي أخذها. الثالث شيء وهذا جزء جدا مهم، طريقة النكهات اللي مضافة فيه، يعني مضاف فيه الملح بنسبة كبيرة، جلي أنا أخذت فايدة وخذت كذلك ضرر لجسمي أني زيادة الأملاح اللي مضافة فيه. أشياء مضافة فيه ولا يعني يكون ك يعني ما يعني محمص قليل، أو في ناس تحب تأكله وهو بدون حتى تحميص، وهذا هو الأفيد، يعني محمص خفيف أو يكون بدون تحميص. كذلك بالنسبة لي الإضافات اللي تكون مضافة فيه هذا جزء كبير، كذلك نركز على الأشياء اللي تكون مضافة، مرات تكون أملاح معينة، مرات تكون حتى سكريات معينة، فهذا بعد يلعب دور كبير في الكمية اللي أنا أخذها من ناحية الجوز أو أنواع المكسرات الأخرى، سواء اللوز سواء الفستق، أشياء كثيرة. بس بالنسبة للمكسرات نركز على هذه الأشياء، يقدر الواحد يأخذها حتى كوجبة خفيفة خلال اليوم وتكون يعني تمده بالطاقة، وكذلك الشبع يكون أكثر وياها، وخذ الفائدة المرجوة منها. بس نفس ما قلت لكم نركز على النوع اللي ناخذه، ما مضيوف لإضافات معينة أساس ما تكون يعني أخذ الفائدة، وكذلك أبتعد عن الأشياء اللي تكون مضرة. مرات صح نحتاج شوي يكون فيها ملح قليل أو شيء، يعني بعد الواحد يحتاج أشياء معينة، بس يركز على الأشياء اللي ياخذها. هذا بخصوص دراستنا لليوم واللي تقول تناول الجوز مفيد للقلب والأمعاء. نيعنا رسالة تقول السلام عليكم، أغلب الصيدليات في دبي لديها عروض حاليا على منتجات كثيرة ومنها مكملات غذائية، وأغلب تلك المنتجات على وشك الانتهاء، حتى أن بعض المنتجات تنتهي صلاحيتها بعد حوالي 2 شهر فقط، ويتحدث أساس وجود الرقابة على ذلك. طبعا تكون في رقابة معينة في الصيدليات أو بوجه التحديد. وبالنسبة لي إذا المنتج بينتهي صلاحيته يعني نتأكد قبل ما ناخذ، وهاي نقطة جدا مهمة. في مرات العروض ما تكون العروض على منتجات معينة بس صلاحيتها بعدها مستمرة، بس العروض ننتبه كذلك، وهذه رسالة نشكر صاحبها أن أرسلها حتى للتنبيه من ناحية الناس، نتأكد أي منتج أخذه أتأكد من ناحية صلاحيته بالنسبة لصلاحية متى بتنتهي، خلال هالفترة أقدر أستخدمه ولا ما أقدر أستخدمه. وإن شاء الله بنرفع الموضوع لدراسته أكثر بخصوص
الأدوية اللي تنباع أو المنتجات اللي تنباع خلال هذه الفترة، بس متأكد كذلك أن يمكن المنتج خلال هذه الفترة بقدر أخلصه، مرات يكون بس الشهر يعني الانتهاء بعد 3 شهور أو 4 شهور، فهذه بعد كذلك نقطة مهمة بهذا الخصوص. شكرا على رسالتك ومداخلتك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا لليوم، نشكركم على حسن الاستماع، أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج نمر محمد، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله، نلقاكم يوم الأحد على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.